بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله جميعكم بألف خير. العمل تاعنا تنهار اليوم على بندنة تاع الرأس، يعني هي بد بشغل كروشي، لكن الغرزة تاع بزاف شابة وشبيهة لشغل التيكو. إن شاء الله العمل تاعنا نهار اليوم حين أعجبكم أحبتي في الله. وأهلا وسهلا بالجميع، ولكن أول مرة تشاهدي قناتي نقولك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصل كل ما هو جديد. أحبتي في الله، ما تنسوش اللايك للفيديو إذا كان العمل تاعنا اليوم نال أعجبكم. أحبتي راح نبدأ معكم بجدول القياسات، لأنه بزاف يطلبوه عليا جدول القياسات. كما راكم تشوفوا هنا العمل، وعندنا شحال نسطر نعملو، وعندنا القياسات بالسنتيمتر. وأنا دايما نفضل القياسات بالسنتيمتر لأن نوعية الخيط تختلف، كذلك رقم الإبرة الكروشي دائما تختلف. احنا العمل تاعنا اليوم من 9 أشهر حتى العام، يعني 12 شهر وتلبس حتى العامين. راح نعملو 62 سطر و 39 سنتيمتر في الطول الشريط اللي راح نخدمو تاع هاد البنطلة. راه واضح ان شاء الله تستفادوا منه أحبتي في الله. وأي سؤال خلوه لي في التعليقات. قبل ما نبدأ ونشوفوا خطوات العمل أحبتي في الله، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ على بركة الله. عندي هنا أحبتي الكروشي رقم 3.5 ملم. راح نحتاج أكيد المقص، إبرة التنظيف، والخيط. انا هنا الخيط تاعي شويه رقيق، راح نعمل الخيط على 2. نبداو بسم الله. البدايه تاعنا راح نبداوها عقده البدايه. راح نرتفع 16 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عملنا 16 غرزة. انتبهوا جيدا، راح نخلف الغرزة الأولى. في الغرزة الثانية راح نعمل غرز حشو. على طول هذا السطر راح نعمله أحبتي غرز حشو. مجموع الغرز في الأخير عندنا 15 غرزة. على طول السطر عملنا غرز حشو، لأن نرتفع سلسلة ونقلب العمل تاعنا. انتبهوا أحبتي، هنا العمل راح يكون في الغرزة الخلفية. لفتوا الغرزة الأولى، 1 2 3 4 5. عملنا 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية. لفلفة واحدة، انتبهوا راح نحسب 1 2 في الثالثة نفتوها ونعملو 3 أعمدة بلفة واحدة. 1 2 عندنا 3 أعمدة بلفة واحدة.
نتفعل السلسلة، وفي نفس الغرزة نعمل كذلك 3 أعمدة بلفة واحدة، 1 2 3. نحسب 1 2 في ثالث غرزة، نفتح الغرزة الخلفية ونعمل غرز حشو، 1 2 3 4 5. هذا هو العمل التالي، 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية، خلفنا 1 2 في ثالث غرزة، عملنا 3 أعمدة بلفة واحدة، سلسلة 3 أعمدة في نفس الغرزة بلفة واحدة، وعندنا خلفنا 2 غرز وعملنا 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية. نرتفع سلسلة، نفس الشيء نفتح الغرزة الخلفية ونعمل غرز حشو، 1 2 3 4 5. عملنا في الغرزة الخلفية 5 غرز حشو، نتفع هنا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. مباشرة نأتي أحبتي إلى هنا الغرزة هذه، ونسحب الخيط تاعنا في وسط هذه الأعمدة، هكذا نعمل غرزة حشو في الوسط هنا. نفس الشيء نرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. راح نحسب 1 2 3 4 5 في الغرزة الخلفية، نعمل غرز حشو، 1 2 3 4. عندنا 5، هكذا تفاصيل السلسلة، ونواصل العمل بنفس الخطوات. عندنا 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية، 1 2 3 4 5. نلف لفة واحدة، راح نأتي إلى هنا أحبتي، راح نعمل 3 أعمدة بلفة واحدة، سلسلة 3 أعمدة في نفس المكان، سلسلة وثلاث أعمدة بلفة واحدة كذلك. هكذا مباشرة نعمل في الغرزة الخلفية 5 غرز حشو، 1 2 3 4. عندنا 5، نرتفع سلسلة ونلف العمل، 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية هكذا، واحد 2 3 4 5، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنأتي مباشرة إلى هنا ونسحب الخيط تاعنا داخل هذه الأعمدة هكذا بغرزة حشو، ونرتفع 5 سلاسل، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة. مباشرة إلى هنا نحسب الغرز تاعنا، خمس غرز حشو في الغرزة الخلفية هكذا. هذا هو العمل. عمل سهل بسيط وجميل، تفاصيل سيلة في الغرزة الخلفية. مباشرة نعمل غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نلف نجي مباشرة للوسط، نعمل ثلاث أعمدة، سلسلة ثلاث أعمدة في نفس المكان، ثاني وهذا الثالث. مباشرة نعمل خمسة غرز حشو في الغرزة الخلفية. تفاصيل سيلة قلب العمل تاعنا. غرز حشو في الغرزة الخلفية هكذا خمسة. خمسة خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. مباشرة إلى هنا فغدا نسحب الخيط وسط هذه الأعمدة، غرزة حشو هكذا ونضيف خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. في الغرزة الخلفية مباشرة نعمل خمس غرز حشو. هذا هو العمل تاعنا أحبتي، عمل جد جميل سهل وبسيط. راح واصل حتى يصير عندي 39 سنتيمتر. أحبتي واصلت العمل كما راكم تلاحظوا حتى وصل عندي رقم 39. هذا يلبس البنطلة هذه من 9 أشهر حتى العام، يعني عام ونصف. الآن راح نخفي هذا الخيط الزايد تحت الغرز أحبتي ونقفلوا العمل تاعنا. نقلبوا العمل، شوفوا الغرزة جد جميلة الصراحة، ما أجملها غرزة وبسيطة وسهلة وتتكسل معنا يعني بسهولة. نتمنى تجربوا هذا العمل. قفلوا العمل تاعنا بموزاريكا، راح نفذ غرزة من هذه الجهة من الجهة المقابلة. مباشرة نسحب الخيط تاعنا بموزاريكا هكذا، راح نسحب على جميع الغرز موزاريكا. انتبه هكذا،
جبت الغرفة كاملة. انتبه هنا في هادو الثلاث أعمدة راح نعمل في اثنين مباشرة، واحدة في الثانية في نفس الغرفة المقابلة، هنا في نفسها اللي ربطناها الآن هكذا. المنتصف أكيد في المنتصف هكذا، ونفس الشيء هادو اثنين أعمدة في نفس الغرزة، واحد تاني نفس الشيء في نفس الغرزة هكذا. انتبهتوا؟ نجيب هادو الغرز الخمسة اللي هنا، في كل غرزة عندنا غرزة عفوا كيف هتكفلوها فقط. قسمنا واحدة نفتو اللي مقابلة فيها هكذا، هذا هو بندانة سهلة جدا يعني. نضف العامل تاعنا، نسحب هذا الخيط مختفي خفيوه تحت الغاز هكذا، خفيوه كذا تحت الغاز هذا هو العمل تاعنا. احبس عمل جد جميل، هو بندانة جد جميلة. احبتي ما تنسوش اللايك للفيديو، اشتراك لما كيش مشتركة، وطبقوا العمل هذا بإذن الله تنجحوا فيه. خليكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.